أعزائي، اليوم سنتعلم وصفة جديدة وممتعة، قطع الجزر والخيار مع صلصة لذيذة. فهيا نعرف ما هي الأشياء والمقادير التي نريدها: لوحة تقطيع، سكين، مقشرة، فوطة، إناء للقشر، جزر، خيار، إناءين، واحد كبير وواحد صغير، سكر، مايونيز، صلصة المايونيز، صلصة حارة، وزبادي، وملعقة للتقليب. أول شيء نريد أن نقشر الجزر. هذا ما تعلمناه من قبل، كيف نقشر التفاح، وبنفس الطريقة نقشر الجزر هكذا. الجزر الآن جاهز، نضعه على اللوحة، والآن نقشر الخيار. الجزر والخيار جاهز الآن للتقطيع. وقبل ما أن نقطع الخضار ماذا نفعل؟ نضعه تحت، لأن اللوحة، انظروا اللوحة ليست ثابتة، فلذلك نضعه منشفة تحت اللوحة فتكون الآن ثابتة جدا. ونبدأ التقطيع، نقطع الخيار إلى نصف بهذا الشكل، وبعدها الأول نزيل من الجوانب، وهكذا نبدأ نصف النصف، وبعده من النصف أيضا، وأيضا من هنا من النصف، وبعده نقطع من كل ربع نصفا هكذا. انظروا كيف من النصف هكذا، فيكون لدينا كم قطعة من النصف؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، يكون لنا 8 قطع من نصف الخيار، وهكذا يكون من النصف الآخر 8 قطع. هذه قطع الخيار الآن جاهزة، نضعها على الجنب أو في طبق آخر، ونبدأ بالجزر. نزيل الرأس والذيل، يعني من فوق ومن تحت، بعد ذلك مثل ما فعلنا في الخيار نقطعه من النصف، وبعد ذلك نقطعه من النصف، وبعد ذلك نصفا ونصفا، ومن الربع نقسمه إلى نصفين هكذا، فيكون لدينا قطع الخيار طويلة هكذا بهذا الشكل. انظروا كم قطعة لدينا الآن، 1 2 3 4 5 6 7 8، وأيضا يكون لنا 8 قطعة من النصف الآخر. الجزر والخيار جاهزة الآن، نضعها في الإناء هكذا، نضع الثقب القطع الطويلة هكذا، وهذه هي قطع الخيار والجزر. نصنع الصلصة الآن، فنضع فيها الزبادي، ملعقة كبيرة من الزبادي، وبعد ذلك نضع ملعقة صغيرة من صلصة المايونيز، ونصف ملعقة أو ملعقة صغيرة أو نصف ملعقة من الصلصة الحارة، وقليلا من السكر، قليلا فقط، ونقلب هذا جيدا. الصلصة والخضار جاهز، الجزر والخيار، نقدمهم على طبق هكذا
ونغمس فيه الخضروات ونأكل، وبالهناء والشفاء.